مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم فيديو جديد. هاي الفيديو رح يكون ردة فعلي على اغرب لاعبين كمان اجسام. يا جماعة دخلت فرجت شي بيصدم، كل واحد هذا عضلته هيك، هذا عضلته هذا هوني. برا ما طول كتير بالحكي، خلينا نبلش بالفيديو. صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة، والما مشترك قناة انزل اشترك فعلوا زر الجرس. خلينا نسمي بسم الله. الفيديو الاول، العضلات حلوة بس كل هذا حيث جسمه محروق. انا ما حيث له عضلات، بالذات انه اخي بتشوط له كمان بتشوط. ركزوا، شفتوا الكنز اللي بتشوط مو العضلات. الفيديو اللي بعده، شي غريب. يا الله عضلته هيك هيك ردي. يا الله هذا عضلته طبيعية، يعني زبطة مع جسمه، بس في عالم ما بتزبط طويل. فيديو اللي بعده، فرجوني ايده لحالها واجره، وقال الرجال نظامي ما شاء الله. طب انت ليش عم تدربي؟ الله شاب بتدرب مش ازعلي وتيري يكون جسم كذا حركات البنات طلع فيس. انت ليه عم تدربي؟ ما في شاب بيرضى ياخدك يخرب ديارك، خاف يوم طريقي كفتش وصيد. فيديو اللي بعده، هذا جسمه حلو، هيك الجسم حلو لسه يعني زيادة شوي بس جسمه حلو. فيديو اللي بعده، يا جماعة هذا مقاطع بتفرط من الضحك، بتفرط. راح اسوي ردة فعل مقاطع، راح تشوفوا الفيديو ان شاء الله. لا بعده، لا بعد اللي بعده، لا بعد اللي بعد اللي بعده، المهم راح تشوفوا الفيديو. الفيديو اللي بعده، دروزيا всем привет. Сегодня для вашего черепа будет загадана загадка. Только внимательно подумайте и отгадайте её. Перед вами стоит два бокала с водой. Простая, обычная, холодная вода. И вот они, два сексуальных яичка. Смотрим, что сейчас будет происходить. Опускаю раз яйцо. И опускаю два яйца. Вопрос такой для вас. Почему одно яйцо оказалось наверху, а второе потонуло? Внимательно подумайте, это умное познавательное видео для вашего черепа. Кто не отгадает, тот получит от меня фирменную двоечку суперкотов. يرحم سدت اللي فهم عليك شيء. الله، انا مثل ما فهمت انه البيضه ممكن مقليه، البيضه المسلوقه بتضل فوق، البيضه النيه بتنزل تحت، يمكن ما بعرف. حكي يخرب ديار وطوله دقيقة. بس طبعا العضلات هدول أبر، العضلات والضيربون أبر. ليش؟ لأنه لو عم بتدرب نظامي كان قشي صدره بشد، صدره والعضلات معدي، هذا ماله. بس هون عم بتفخ، يعني بضرب أبرتين ثلاثة. هلا أنا بروح بضرب أبر بساوي هيك، بس أنا بدي هون جسمي كله يصير. شوفوا لي الفيديو اللي بعده بتعرفوا شلون أبر، شوفوا بينه وبين اللي جنبه.
شفتوا الفرق؟ شلون برا الجامبو جسمه حلو انه عمل هيك، هون كله ارتفع هيك حلو، بس هو بس هون عم ارتفع، يعني حتى انا هون صار ضعيف، جسمه هون صار ضعيف، صار بس هيك. هدف بطولة بوكس بطولة، انت لو بتتابعني خطوة بوكس بطولة. الفيديو اللي بعده لونك كانت ما انت عادية، دخلتين لجوا ورصت على العظم، شي غريب. هذا خبطوا ايدكم توجعكم. الفيديو اللي بعده هذا جسمه حلو، يعني ما تندار يكون له عظم دويرات. الفيديو اللي بعده انا هيك بحب العضلات، لا اكثر ولا اقل، هيك شكله النظامي وحلوات، يعني ما اجي الفرجيك عضلتي هيك ابدا، لا هيك حلوات. الفيديو اللي بعده وہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ صرف لباس بدلتے ہیں اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ اتہاس بدلتے ہیں. هذا بقرف الخرودي اور العضلات، تحسوا شيء مكتوب على ايده او العروق شلون طلعاني. الفيديو اللي بعده هذا كمان ضارب اوبر، متأكد انه هذا ضارب اوبر، بس كانت العضلة ملتهبة معناتها مضروب اوبر. الفيديو اللي بعده تدريب نظامي بس بشكل مو حلو، ما بعرف بتحسه مرصوص كتير. الفيديو اللي بعده هاي جسمه حلو بس ما بحسه وقت عم شد عم بتألم الشغلة إذا فيها وجع كذا ما بدي، خلاص ما بدفع النادي. الفيديو اللي بعده هذا كمان جسمه حلو، احسنت لانه ما عم تضرب اوفر، احسنت افارم صنع. الفيديو اللي بعده هاد نفس الطلع شوي بس كمان الجسم مو كل هاد يا اخي، مو كل هاد، خلص ابني جسمك بس ما تسويه هيك كله. شوفوا لي هاد الفيديو واعطوني رايكم، هذا مو ضارب ابره، ضارب هيك هيك اوبر علبه اوبر، يخرب دياره. شوفوا جسمه، شوفوا
يعني هاد مستحيل من سابع المستحيلات انه ما يكون قبر يكون نظامي. طبعا لا، لانه شغل ما تدربت لك هدوليك جسمهم احلى وما عندهم كل هالشي. هيك هيك يخرب ديارك، ايش هالسا عضلته كمان كبيرة يعني طلعت هذا ايش هالموديل، يعني مين بده يطلع فيك الكنزر شو رح تلبسه نازل هيك شيء. لهون وصلنا لاخر فيديو حبايبي، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم بهيك شيء. البنت اذا تقدم لك هيك شاب مثل هذا اخر واحد او هداك عضلاته كتار تقبلي؟ والشاب اذا تقدمت لك هيك بنت مثل الطريق تقبلي؟ والله بتخاف تاكل قتله ما بتقبلي، او خلاص. او الشاب انت بترضى تكون مثل هذا؟ طبعا انا برضه اكون مثل ذاك اللي تلقى عضلاته حلوه. بس وشوفكم خير، ويا رب دايما اشوفكم خير. تابعوني تحت، رح احط اسمي الانستا تحت، ما رح احط الرابط، بدي احط الاسم. اتمنى الكل يتابعني. شوفكم خير، يا رب دايما اشوفكم خير. سلام.